فانفتحت أعينهما وعرفا. بهذه الآية بدأت فعاليات المسيرة السادسة لشباب بطريركية الأقباط الكاثوليك تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك ونيافة الأنبا بخوم المعاون البطريركي للإبرشية البطريركية والأب فرانسيس وحيد مسؤول المسيرة والتي تحمل اسم إصغاء، حيث اتخذت إكليريكية القديس لاون الكبير بالمعادي كنقطة انطلاق الأحد الموافق السابع من شهر يوليو للعام الجاري لتصل إلى كل من الفيوم، سوهاج والجيزة، والتي يشارك فيها 107 شاب من مختلف الإبرشيات القبطية بالقطر المصري. المسيرة دايماً بنبتدي أول انطلاقة لينا من المعادي كل سنة من الإكليريكية، بيبقى أول يومين لازم بيبقى فيه كل سنة بنمشي في ثلاث أماكن مختلفة، غالباً بيبقوا يا إما جبال يا إما بتبقى صحراء، وبيبقى فيه فترات صمت عشان تساعدنا أكتر إن إحنا نتعرف على ذاتنا ونهدى ونسمع أكتر صوت الله. بعد كده بيبقى بنتنقل بنروح محافظات مختلفة، السنة دي رايحين سوهاج ورايحين الفيوم. أنا الأخت أمل سعدي من رهبة الكمبونيان، جيت المسيرة مع الشباب، جيت المسيرة أمشي معاهم يكتشفوا ربنا، يكتشفوا سر محبته، يكتشفوا الله عايز منهم ايه. ساعدتني اكتر ان انا اسمع صوت ربنا، ما كنتش بعرف اسمعه طبعا من الدوشه اللي حواليا، بتديني فرصه ان انا اسمع. طلعت السنه اللي فاتت، يعني كانت تجربه مختلفه تماما، اول مره اجرب حاجه زي كده، اتعودت على حاجات يعني ما جاش في بالي ابدا ان انا اعملها. ادتني خبرات لما طلعنا زيارات السنه اللي فاتت، اللي هو لما حد يقول لك انا حاسس ان ربنا زارني النهارده، طبعا كانت حياة مختلفة، كلمة أثرت فيا. لما حد كده أكبر مني يقول لي إن أنا أنت ربك استخدمك إن أنت توصل لرسالة. أنا الأب فرانسيس وحيد، راعي كنيسة الحبل بلاد أنس في اسكندرية وخادم للشباب. الحقيقة فكرة المسيرة ابتدت من فترة كبيرة، ما هياش فكرة جديدة في الآباء الفرنسيسكان بيعملوا المسيرة، آباء الجزويت، لكن كانت الفكرة الأساسية من وراء أننا نبتدي ككنيسة قبطية كاثوليكية أننا نقدر نوصل لأكبر عدد من الشباب. هدف المسيرة عموما هي تنشيط الدعوات، احنا بنشتغل من أجل يعني مساعدة الشباب على أنهم يميزوا الدعوة، وده هدف المسيرة. احنا مش معسكر ولا مؤتمر ولا حاجة نشاط نقدر نقول بيجمع الشباب وخلاص، احنا بنساعد او الكنيسة بتساعد الشباب على تمييز الدعوة. احنا ابتدينا من 2014، احنا النهاردة السنة السادسة للمسيرة، والسنة دي بعنوان مسيرة إصغاء. والمسيرة السنة دي فكرتها عن السنودس اللي أطلقه البابا بخصوص الشباب والإيمان وتمييز الدعوة، إن محتاجين نكون فعلا بنصغي في عالم مليان بالدوشة والظروف اللي ما تساعدش أبدا على إنه الواحد يقدر يميز صوت ربنا وسط كل الزحمة. مشارك معانا السنة دي 107 فرد من شباب وشابات، أباء كهنة، رهبات، رهبان، كمان وجود المكرسين في المسيرة من أجل تمييز، مساعدة على تمييز الدعوة. الله صاحب الدعوة هو القادر أنه يلمس القلوب، لكن دور الكنيسة أنها دايما تكون متواجدة عشان تجاوب على أسئلة الشباب وتساعدهم بدورها أنه تكون معاهم وفي ظهرهم. بيفرق جدا مع الشاب لما يشعر أنه الكنيسة معاه مهتمية بيه بتساعده، يفرق معاه جدا أنه يحس أن الكنيسة بتحبه وعايزاله الأفضل وعايزاله يميز، ما بتطلبش منه أي حاجة تانية. كما وبدأ اليوم الثاني للمسيرة بالقداس الإلهي، حيث ترأس الصلاة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق وبمشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف، ولفيف من الآباء الكهنة والراهبات، وأيضاً بمشاركة وفد من جماعة رسالة حياة المارونية. وفي كلمته أكد غبطة البطريرك على ضرورة أن يعيش الشاب لحظات إصغاء. كلمة مسيرة يعني ماشي، يعني الواحد يخرج، لكن الخروج مش الخروج إلى مكان آخر، الخروج من الأنا بتاعي إلى الأنا الحقيقي في المسيرة.
اللي بيخليني بعد كده ارجع اعمل زي مصالحه مع نفسي ومصالحه مع التاني. وتستمر فعاليات المسيرة في الفترة من 7 وحتى 14 من شهر يوليو الجاري، حيث تتخلل المسيرة العديد من اللقاءات الروحية والاجتماعية.